الشخص اللي انت شايفه في الصورة ده اوعدك بعد ما تسمع قصته مش هتثق في حد تاني، وبالاخص لو انت شخص مغترب عشان تشوف اكل عيشك، لان الشخص اللي انت شايفه في الصورة ده بمثابة شيطان، وممكن اي عينة من عينات البني ادم ده تقابل اي شخص مغترب. ايه الجريمة اللي الشخص ده عملها وخلت الدنيا مقلوبة في قطر؟ خليك معنا للنهاية عشان تعرف كل التفاصيل بالكامل، بس اتمنى انك ما تنساش تشترك في القناة عشان ده بيشجعنا على نشر المزيد. ويلا بينا نبتدي القصة على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بداية قصتنا في قطر، تحديدا في سنة 2023، كان في واحد اسمه عبد السلام محروس وجمعة محروس، ودول كانوا اتنين اخوات من المنيا في مصر، وكانوا تغربوا على قطر عشان يشتغلوا ويشوفوا اكل عيشهم. وعبد السلام الكبير هو كان اول واحد سافر قطر في اخواته، ولان عبد السلام كان شاطر وبيتقي ربنا في شغله، قدر يعمل بعد فترة مش كبيرة شركة مقاولات خاصة بيه، وكانت الدنيا ماشية متيسرة معاه هناك، وكانت الناس في قطر بتحبه جدا لان هو فعلا كان شخص طيب جدا ومحترم. لكن للاسف طيبه قلبه هي اللي ودته في داهيه، وده اللي هنعرفه حصل ازاي بعد شويه. المهم ان هو بعدها بفتره قرر ان هو يبعت لاخوه الصغير جمعه ويجيبه عشان يشتغل معاه، وفعلا عمل كده وجابه وسكنوا مع بعض في بيت واحد، وكان قاعد معاهم في السكن ده كمان واحد مصري تالت اسمه علي شعبان الشيمي. وعلي شعبان كان مهندس عقارات محترم جدا، يعني يعتبر شغال مع عبد السلام في نفس المجال. وطبعا زي ما قلنا هم الثلاثة كانوا مصريين، وفي رمضان سنة 2023 اللي هو رمضان اللي فات، التلات شباب دول كانوا بيتمشوا في الشارع بعد الفطار، وفي الوقت اللي هم كانوا ماشيين فيه لا بيهم ولا عليهم اتفاجئوا بان في شاب شكله متبهدل جدا وقاعد على الرصيف، وكانت حالته تصعب على الكافر. واللي خلاهم اخدوا بالهم منه ان هم اول ما شافوه قالوا اكيد الشخص ده مصري، لان ملامحه كلها كانت شبه المصريين. المهم ان هم راحوا عليه عشان يشوفوا ماله، واتفاجئوا في الوقت ده ان هو كان بيعيط، وكان في الوقت ده فعلا منظره يقطع القلب. ولما قربوا من الشاب ده وسألوه انت مالك وايه اللي حصل لك، حكى لهم قصته بالكامل، وقال لهم ان هو اسمه تامر محمد السيد ومن شبرا الخيمة في مصر، وقال لهم كمان في الوقت ده ان سنه 44 سنة، وان اللي عمل فيه كده ان هو كان شغال مبلط في مصر لكن ظروفه المادية كانت وحشة جدا، فقرر ان هو يجيب تأشيرة سياحة ويطلع على قطر. والتأشيرة دي كانت تأشيرة كاس العالم، يعني المفروض وقت ما كاس العالم كان خلص ينزل على مصر على طول، لكن طبعا زي ما انتوا عارفين هو اساسا كان جايبها لغرض واحد وبس، وهو ان هو يفضل بيها هناك ويشتغل وما عادش ينزل مصر. لكن طبعا الموضوع ده كان صعب جدا وهو كان فاكره سهل، لان ما كانش في حد بيرضى يشغله عشان معاه تأشيرة سياحة. المهم ان هو فضل يتمسكن على الشباب دول فترة كبيرة جدا، وكان بيقول لهم ان سنه كبير جدا على البهدلة دي، وان هو بقاله اكتر من 6 ايام ما اكلش اي حاجة. وطبعا طريقته في الكلام في الوقت ده كانت مع الشباب كأنه بيتوسل بيهم، وعشان التلات شباب دول جدعان وما عجبهمش الوضع اطلاقا، وفي الوقت ده قرروا ان هم يقفوا معاه وطلبوا منه ان هو يجي معاهم ويقعد في البيت، وان هم هيدوروا له على شغل ومش هيسيبوه، وكانوا واقفين معاه في الوقت ده وقفة راجل وابن بلد، وطبعا مرضوش يتخلوا عنه اطلاقا. وطبعا تامر في الوقت ده اول ما سمع ان هم هياخدوه معاهم البيت ما صدق وقام موافق على طول، ودي كانت اكبر غلطة الشباب دول عملوها، لان هم ما كانوش يعرفوا ان الشخص ده هو اللي هيدمر حياتهم تماما، لان هو فعلا عبارة عن شيطان متحرك. وتامر فضل قاعد معاهم 25 يوم كاملين في شهر رمضان، وكانوا هم اللي بيصرفوا عليه ومش مخليينه محتاج اي حاجة، لدرجة ان هم كانوا بينزلوه يتفسح معاهم في اي مكان بيروحوه، وكمان كانوا بيدوروا له على شغله في كل مكان، وكانوا بيعتبروا تامر في الوقت ده زي اخ ليهم. لكن بعد فترة مش كبيرة تصرفات تامر بدأ يبان عليها ان فيها حاجة مش طبيعية، والكل كان بدأ ياخد باله من الحاجة دي، واللي ما كانش مرتاح فيه اطلاقا هو جمعة الصغير، لان هو من البداية اساسا كان رافض ان هم يأمنوا له بالطريقة دي، وكانوا اخدين بالهم في الوقت ده ان تامر مش بيصلي ولا بيصوم ولا حتى بيشوفوه بيعمل اي حاجة بتدل على ان هو في دين الاسلام. وطبعا هم جم للاخر وبدأوا يتضايقوا من تامر بسبب حاجة هو كان بيعملها دايما في بيتهم، وهو ان كل ما حد من اصحابهم كان يجي لهم زيارة في البيت كان تامر بيروح له ويقعد يتسول عليه ويقعد يحكي له حالته، وكل ده في امل ان الراجل اللي هو بيلح عليه
يقوم مطلع فلوس ومديله، واللي كان مضايقهم اكتر ان هم ما كانوش حارمينه من اي حاجه اطلاقا، وكانوا معيشينه احسن عيشه. واخر ما زهقوا من الموضوع ده قرروا ان هم يندهوله ويتكلموا معاه، وقالوا له ان الوضع ده ما ينفعش وما عادش يطلب من حد تاني فلوس، وقالوا له كمان ان انت اي حاجه تحتاجها قول لنا احنا واحنا هنعملها لك. المهم ان في الوقت ده عبد السلام وجمعة كانوا قلبين الدنيا حرفيا على شغل التامر، وما خلوش اي مكان غير لما سألوا فيه، لكن للأسف ما كانش ليه اي فرص شغل بسبب التأشيرة اللي معاه، لان هي طبعا زي ما انتوا عارفين مش تأشيرة عمل. المهم ان هم في الاخر راحوا على تامر وشرحوا له كل حاجة، وقالوا له ان انت احسن حل تعمله ان انت تنزل على مصر وممكن تلاقي هناك اي فرص شغل. وتامر في الوقت ده اتحجج لهم بان هو مش معاه تمن تذكرة الطيارة، لكن في الوقت ده الشباب طمنوه وقالوا له ان هو ما يقلقش من اي حاجه، وان كل مصاريف الرجوع لمصر هتكون على حسابهم، لدرجه ان كان فيهم واحد كلم حد تبعه في مصر ان هو يشغله، يعني كمان تامر كان هينزل على مصر وتاني يوم على طول هيشتغل. وفعلا جمعه اخو عبد السلام الصغير راح حجز لتامر الطياره يوم 27 في شهر رمضان، وده المفروض الميعاد اللي هو هينزل فيه على مصر. لا وكمان اشتروا له حاجات عشان يديها لاهله في مصر وهو نازل، لكن للأسف الشديد إن تامر كانت نيته وحشة جدا، لأن هو في الوقت ده كان حاطط في دماغه إن هو هيعمل مصيبة كبيرة جدا قبل ما ينزل، والمصيبة دي هي إن تامر كان بيفكر يسرق فلوس الشباب دي كلها، وبالأخص إن هو كان قاعد معاهم فترة طويلة وعارف كل أماكن الفلوس بتتعن فين، ده غير إن هو أساسا كان بيراقبهم طول الفترة اللي هو كان قاعد فيها معاهم، وكان عارف أماكن كل حاجة في البيت. وتامر في الوقت ده جاب منوم قرر ان هو هيخدر عبد السلام واخوه جمعة، وفعلا تامر عمل عملته وحط المنوم في العصير اللي هيشربوه قبل الفطار. واول ما دخلوا في النوم تامر بدأ يجهز شنطه ويسرق كل حاجة موجودة في البيت، لدرجة ان هو كان بيسرق التليفونات وجوازات السفر بتاعتهم. لكن لحظ تامر النحس ان المنوم اللي هو حطه لهم في العصير ما كانش قوي جدا، وبعد لحظات صحي جمعة وعبد السلام وشافوا تامر وهو عمال يسرقهم، لكن هم في الوقت ده كانوا دايخين بسبب المنوم وما كانوش عارفين يوزنوا نفسهم. واول ما تامر اخد باله ان هم صحيهم راح وخبط كل واحد فيهم بالسكينة لحد ما اتأكد ان هم ماتوا. وفي الوقت اللي هو كان بياخد فيه كل الحاجة وجاي يطفش برا البيت اتفاجئ بعلي في وشه صاحب جمعة وعبد السلام، وعلي اول ما شاف اصحابه الاتنين مقتولين على طول هجم على تامر وقعد يضرب فيه، لكن للأسف الشديد ما كانش اخد باله من السكينة اللي كان تامر مخبيها ورا ظهره، وتامر في الوقت ده خبطه هو كمان بالسكينة وقتله. وبعدها نظف الشقة كلها ولمهم كلهم في أوضة واحدة، وتامر طلع في الوقت ده على طول في المطار لأن ده كان نفس اليوم اللي هم حاجزين له فيه الطيارة. وكان في واحد صاحب الشباب دول متعود إن هو دايما وهو نازل يصلي الفجر بيخبط عليهم وياخدهم عشان يصلوا معاه، وفي اليوم ده اتفاجئ بإن مفيش حد بيرد عليه، ودي كانت أول مرة تحصل، لأن هو كان عارف إن الشباب دول ما بيسيبوش ولا ركعة، وبالأخص إن صلاة الفجر دي مستحيل يعدوها. وفضل يخبط عليهم فترة طويلة، لكن للأسف الشديد ما كانش فيه أي صوت في الشقة تماما. ولما الرجل ده نزل تحت عشان يروح يصلي هو اتفاجئ بأن عربيات الشباب دي كلها مركونة تحت البيت. في الوقت ده قلق جدا وعرف أن أكيد فيه حاجة، وقلقه ما زادش أكتر غير لما اتصل عليهم واتفاجئ بأن تلفوناتهم كلها مقفولة. وفي الوقت ده قرر أن هو يطلع على الشرطة على طول ويعمل بلاغ. وأول ما الشرطة وصلت عند البيت عشان تشوفهم جوه في الشقة وتطمن عليهم اتفاجئوا بان الشباب التلاتة مقتولين ومحطوطين في اوضة واحدة، وطبعا دي كانت صدمة كبيرة جدا على صاحبهم. ولما سألوا صاحبهم انت ممكن تكون شاكك في مين اللي يكون عمل كده، قال لهم على طول على تامر اللي كان قاعد معاهم، لان هو كان من ضمن اللي كانوا شاكين في تصرفاته على طول. والشرطة اول ما رجعت الكاميرات شافت تامر فعلا وهو طالع من قلب البيت، وكان معاه في الوقت ده شنط كتيرة جدا. وطبعا الشرطة لما عملت تحرياتها في الوقت ده عرفوا ان تامر طلع على المطار، لكن للأسف الشديد الطيارة كانت اتحركت وكانت طلع على مصر. وفي الوقت ده الشرطة القطرية اتوصلت مع الانتربول وكلمت كمان السلطات المصرية وبلغتهم ان هم ما ينزلوش اي حد من الطيارة اول ما تنزل. وفعلا السلطات في مطار القاهرة قدرت ان هي تقبض على تامر، وفتشوه وتلاقوا معاه كل الحاجات اللي كان سرقها وهو جاي. وبعدها السلطات المصرية بعتت تامر على مدينة الدوحة في قطر، وده بسبب ان الجريمة دي حصلت على الأراضي القطرية وان هو لازم يتحاكم وياخد جزاءه هناك.
ولسه تامر قضيته لحد النهارده ما اتحكمش فيها بحكم نهائي، لكن باذن الله نهايتها ان تامر ده لازم ياخد اعدام. ودي كانت قصه تامر الشيطان والشباب الثلاثه، واللي بتبين لك انك فعلا لازم تتقي شر من احسنت اليه. ما تنساش تقول لنا رايك في القصه وتعمل لايك لو الفيديو عجبك، وطبعا مش محتاج اقول لك تشترك في القناه عشان لو ما اشتركتش هيفوتك عالم كبير جدا من القصص الغريبه والعجيبه. واشوفكم على خير الحلقه الجايه، والله الموفق والمستعان، والسلام عليكم ورحمة الله.